السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بنطلع من مدينة لانس وبنتوجه إلى مدينة دونكيرك في فرنسا. طبعا المدينة تبعد حوالي بالقطار ساعتين من مدينة لانس. طلعنا القطار من لانس إلى دونكيرك، بنروح لدونكيرك. طبعا قيمة التذكرة كانت مخفضة معانا احنا 50%، قيمتها لشخصين 33%، لكن لما بيكون عادي اكيد بيكون 66 يورو، لانه كان معانا تخفيض. تقع دنكيرك شمال فرنسا، حيث يلتقي القناة الانجليزي ببحر الشمال، ومن هذه المنطقة انسحبت قوات الحلفاء اثناء الحرب العالمية الثانية عام 1945. هذه محطة القطارات، تنزلون منها وبصادفكم هنا محطة الباصات جنبها. أول ما تنزلون من محطة الباصات أو محطة القطارات وتروحون لمحطة الباص، كل هذه الباصات الموجودة في هذه المحطة اللي هنا أمامكم كلها مجاني، يعني تطلعون أي باص إلى أي مكان في المدينة مجاني طوال العام، يعني مدينة الباصات المجانية. غراتيس، باص 100% غراتيس. هذه المدينة واحدة من أكثر المواني الفرنسية ازدحام، طبعا يوجد فيها خليج مشهور، وبها أيضا مركز رئيسي لتكرير النفط وتصنيع الحديد، وكمان يوجد في المدينة صناعات أخرى. حكاية هذه المدينة إنه سميت هذه المدينة بالمدينة المعجزة. تعرفوا ليش؟ لأنه بعد ما نجحت ألمانيا في الحرب العالمية في نهاية عام 1940، يعني أثناء الحرب العالمية الثانية إنها تنتزع بلجيكا من إيد الحلفاء، الآلاف من الجنود اللي هم من القوات البريطانية والفرنسية وبعض القوات البلجيكية بدأوا بالانسحاب من بلجيكا وانسحبوا إلى هذه المدينة، إلى مدينة دنكيرك. وتعرضت هذه المدينة إلى دمار، يعني دمروها بالألمان. وبعدها بدأ الهجوم على مدينة دنكيرك من قبل الألمان، وبدأوا بالتوجه إلى بريطانيا، إلى إنجلترا. فإيش عملوا الألمان؟ قصدي فإيش عملوا الفرنسيين أو الحلفاء بالذات؟ قاموا بإخلاء الجنود اللي موجودين هناك، وعددهم يعني أخلوهم في 800 شاحنة، وكان عددهم حوالي 338,000 جندي كانوا معزولين، خاصة بعد ما انتقل الهجوم من دنكيرك إلى إنجلترا، وتم نقل هذه الجنود بالسفن الحربية والمدمرات والقوارب المسلحة وكاسحات الألغام وسفن الصيد والزوارق، واللي هي الزوارق اللي فيها محركات زي قوارب الصيد واليخوت، كلها تحركت علشان تنجح عملية الانسحاب. وطبعا تعتبر هذه العملية الانسحاب كانت من أفضل التحركات العسكرية المخططة في التاريخ، وأطلق على هذه العملية اسم معجزة دنكيرك. هذا مبنى البلدية، بلدية دنكير بفرنسا. فيها جميع أعلام، هذه الأعلام غريبة، يعني هذا الاتحاد الأوروبي، بس الأعلام اللي عاملينها هنا أعلام ما أدري حق إيش، أكيد مقاطعات أو شيء. وهذا كمان السنتر، وهذا الظهر البرج حقهم، برج الاتصالات. والآن نحن رايحين للبحر. هذا هو متحف اللي موجود في مدينة دنكيرك، وهذا هو هنا المدخل.
هذا مطعم الشلال، طبعا الشلال حق فرنسا مو حق عدن. هذا هو في دانكا. بدأنا نقرب من الشاطئ، طبعا البلاج هنا موجود خلف هذه المباني. طريق إلى البلاج، وصلنا البحر. أخذنا الآيس كريم، آيس كريم هنا عندهم أغلى من ألمانيا طبعا، بس الطعم تقريبا نفس الشيء. برضه في البلاج موجود هذا الأشياء، الآيس كريم في هذا المحل. الكرة الواحدة باثنين يورو ونص، الثلاث الكرات أعطانا إحنا إياهم بخمسة يورو. طبعا لأن المكان سياحي فيكون أغلى في السعر. الآيس كريم شوف كيف داب من حرارة الشمس. والأطفال مروحين من رحلتهم. هذا هو الشاطئ، شاطئ البلاج حق دانكر. لكن طبعا هو الشاطئ بعيد البحر، يعني تمشون مسافة لين توصلون البحر، لذلك حتى ما دخلت البحر، يعني ما حاولت حتى أغمس رجلي، لأنه بصراحة بعيد. لا يغركم التصوير، أنا أحاول أني أقرب لكن هو بعيد جدا. يعني بالإضافة إلى أنه صراحة مو مثل بلداننا العربية، ولكن يعني طبعا الموجود في بحر الشمال هو الموجود، واللي هم اللي عندهم يعني، بس غير، يعني غير في البلدان العربية صراحة غير. أما بالنسبة للمطاعم، المطاعم في ما فيش أكل، يعني في شيبس، حاجات خفايف، آيس كريم، لأنه حاولنا إن إحنا نتغدى في نفس في المكان. ما فيش مطاعم للأسف، كلها فقط سناكس وآيس كريم. يعني إذا حد فكر يروح إلى بحر الشمال في هذا المكان في منطقة دنكيرك، يأخذ معه سندويتشاته، يأخذ معه أكله، ويجي في رحلة إلى هذا المكان. مكان حلو، الجو حلو. وطبعا الباصات المجانية بتوصلكم إلى أي مكان، وخاصة إلى البلاج. في باصات خاصة توصل إلين البلاج، وهذه الفنادق اللي أمامكم كلها حديثة، ما زالت تبنى، عدها ما اكتملتش. يعني الشاطئ إن شاء الله مستقبلا بيكون أجمل وأجمل، لأنهم بدأوا ببناء فنادق ولسه في طور البناء. يعني إن شاء الله في زيارة قادمة يكون قد كل شيء اكتمل. الواحد ممكن يجي لهنا يجلس على الكورنيش، يجلس على الكراسي هذا قدام البحر، قدام حد يمشي بخرة كبيرة هنا، قوارب. يعني مكان حلو للناس صراحة، يعني مدينة حلوة خاصة في الصيف، مدينة سياحية. شوفوا هذه البيوت جدا غريبة شكلها، حبيت أصورها وتشوفون شكلها كيف. طبعا وهذا الفنار. والشيء اللي مو حلو في هذه المناطق، مناطق بحر الشمال، انها مناطق رياح. يعني رغم انه صيف بس تحسون بالبحر انه في ريح. ان شاء الله تكون عجبتكم هذه الجولة اليوم في دنكر. هذا وفي الاخير استودعكم الله، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وعمل لايك اذا عجبكم الفيديو، وشيروه مع الاصدقاء. Tschüss.